ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن رامي جبر. رامي، ما هي أهم النقاط التي من المتوقع أن يتم طرحها اليوم في خطاب الاتحاد؟ مرحبا داما. يعني أهم النقاط ستكون بالتأكيد النقاط الداخلية الأمريكية. الشأن الداخلي الأمريكي عادة ما يسيطر على خطاب حالة الاتحاد الذي تبلغ مدته تقريبا حوالي ساعة أو أكثر بقليل من الساعة. القضايا الداخلية، الاقتصاد، الهجرة، ارتفاع الأسعار، التضخم، الرعاية الصحية، توفير الدواء للأمريكيين، وكل هذه الأمور والتي سينتهزها فرصة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحديث عن بعض إنجازاته في هذا المضمار، مثل مسألة تقليل التضخم أو توفير بعض أنواع الأدوية للأمريكيين أصحاب الأمراض المزمنة وغير ذلك. بالتأكيد الشأن الخارجي الأمريكي أيضا سيكون حاضرا في خطاب حالة الاتحاد، بالتحديد حربي غزة وحرب روسيا وأوكرانيا. سيكون هناك حديث عن الجهود الأمريكية لتوفير المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة. سيكون هناك حديث أيضا بحسب بعض المسؤولين الأمريكيين عن الجهود الأمريكية المزمعة بخصوص إنشاء ميناء بحري في بالقرب من ساحل غزة في محاولة لإدخال المساعدات إلى غزة بحرا، بعد أن قامت الولايات المتحدة بثلاث عمليات إنزال جوي للمساعدات وفي ظل تعثر دخول المساعدات عن طريق البر. أيضا سيكون هناك الحديث عن حرب أوكرانيا وعن ما تسميه الولايات المتحدة التوسعات الروسية والخطر الروسي في أوكرانيا، وسيستغلها أيضا فرصة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتأكيد للترويج لحزمة المساعدات التي طالب بها منذ عدة شهور. سيحث الكونغرس على الموافقة عليها، وهي ستتضمن بعض المساعدات الخارجية أهمها مساعدة إسرائيل ومساعدة أوكرانيا، وأعتقد أنه سيركز أكثر على مساعدة أوكرانيا والتي يعاني جيشها الآن في مواجهة روسيا بسبب نقص الذخيرة وبعض التقهقرات التي مني بها والهزائم التي مني بها في الأونة الأخيرة، وأعتقد أنها ستكون فرصة له للترويج لحزمة المساعدة هذه. يعني رامي، في ظل أيضا التوقعات بأن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا الخطاب، صحيفة نيويورك تايمز بالإضافة إلى وسائل إعلام أمريكية تحدثت أيضا عن ساعات أمضاها الرئيس جو بايدن مع مستشاريه ومؤرخ لكتابة هذا الخطاب، على ما يبدو بأن هناك تحديات كبيرة. ما هي أبرز هذه التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي في هذا الخطاب؟ هو عادة يعني الرئيس الأمريكي أيا كان يستعين ببعض المستشارين وبعض الخبراء قبل الاستعداد لخطاب حالة الاتحاد، باعتبار أنه أهم خطاب سيلقيه خلال العام كرئيس. لكن هذه المرة ربما لها خصوصية بعض الشيء، إذ أن بايدن خلال الآونة الأخيرة عانى من نقص في التركيز بدا عليه واضحا في الكثير من الفعاليات. يعني عندما يتحدث مما هو مكتوب أمامه فلا مشكلة، ولكن عندما يخرج عن النص ويحاول الارتجال، أو عندما يفاجئه أحد الصحفيين أو أحد الحاضرين بسؤال غير متوقع، نجده يبدأ يفقد تركيزه، ونجده يجد صعوبة في تجميع أفكاره، وأحيانا يقع في زلات لسان كبيرة وخطيرة يعني لا يتسع المجال لذكرها الآن، ولكنها كانت واضحة جدا خلال الفترة الماضية. هذه المرة استعان بايدن بستة من مستشاريه بالإضافة إلى مؤرخ لكتابة هذا الخطاب بشكل وبصياغة جيدة، وأعتقد أنه يعني سيحشد كل تركيزه لكي يخرج هذا الخطاب بأفضل صورة ممكنة، ليؤكد للأمريكيين أنه صالح ذهنيا لقيادة الولايات المتحدة لأربع سنوات أخرى، أي لولاية ثانية. هو اجتاز الثلاثاء الكبير بنجاح، بالطبع لم يكن هناك منافسة، اختبر شعبيته بين الديمقراطيين، وهو يستعد الآن لمواجهة خصم عنيد وهو الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة. أعتقد أنه سيحتاج إلى كل دقيقة في خطاب اليوم حتى يثبت للأمريكيين أنه الخيار الأفضل لهم في الانتخابات المقبلة في نوفمبر. نعم رامي، خاصة في ظل يعني استطلاعات الرأي التي تشير إلى مواجهة على ما يبدو وتحديات أيضا تواجه الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على غزة. كل الشكر لك رامي جبر.